شكرا للزملاء وأهلا بكم في النشرة الرياضية. شارك الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية السيد فارس مصطفى الكوهجي في الاجتماع 97 للمكتب التنفيذي لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون الخليجي، وذلك في العاصمة العمانية مسقط. وخلال الاجتماع تم التأكيد على مواصلة تعزيز الجهود المبذولة لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للعمل الخليجي المشترك في المجال الرياضي، كما تمت الموافقة على إقامة دورة الألعاب الرياضية الخليجية الأولى للشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة في أبريل 2024، إلى جانب دورة الألعاب الخليجية الأولى للصالات المغلقة في المملكة العربية السعودية في سبتمبر من العام المقبل. توج نادي سار بطلا لدوري خالد بن حمد لجيل الذهب لكرة الطاولة، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب نادي توبلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. ويأتي دوري خالد بن حمد لجيل الذهب في إطار رؤية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في تكوين قاعدة متينة في كافة الألعاب وبناء جيل رياضي منافس على أعلى المستويات خلال السنوات المقبلة. باكورة مسابقات الرياضة الجولف انطلقت في مملكة البحرين بحلة أخرى وروح متجددة لتكون الانطلاقة هي البداية مع البطولة التي جمعت خلالها الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. بإشراف وتنظيم من الاتحاد البحريني للغولف، أقيمت بطولة البحرين المفتوحة الخامسة للغولف على ملاعب النادي الملكي بمشاركة 85 لاعباً يمثلون أندية واتحادات الجولف في دول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف إقامة هذه البطولة إلى تحقيق التنافس بين المشاركين لتقديم المستوى الكبير الذي وصلت إليه رياضة الجولف في البحرين والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي. بالنسبة حق البطولة الخامسة يعني المستوى ارتفع ما يقارب يعني حسب يعني اللي أنا أشوفه تقريبا 50% من قوة أو مستوى البطولات السابقة. إحنا يهمنا إن إحنا نشارك عدد أكبر من البحرينيين لاعبين جيدين، وخصوصا هذه السنة لأن عندنا بطولة اليوروبيان تور دي بي تور اللي بتقام إن شاء الله في شهر فبراير، فأفضل بحرين طبعا بيشارك في البطولة، وبطل بطولة البحرين اللي هو الخامس أيضا بيشارك في البطولة هذه. هذه البطولة طبعا هي ضمن برنامج الاتحاد البحريني للغولف سنويا، هذه النسخة الخامسة. طبعا احنا قاعدين نحاول نطور اللعبة عن طريق إقامة البطولات المختلفة. حضور متميز ومستوى فني عالي قدمه جميع المشاركين في البطولة، وكعادته الاتحاد البحريني للغولف دائما ما ينجح في تنظيم مختلف البطولات على المستوى الإقليمي والعالمي. منح سيباستيان لوب فريق البحرين رايد اكستريم دفعة أخرى للتألق على منصة التتويج في رالي العرب، حيث شهدت الجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة معركة صحراوية ملحمية أخرى. وفي نهاية صراع كبير آخر بين نخبة السائقين في العالم، كان لوب على بعد 6 دقائق و16 ثانية من متصدر الرالي ناصر العطية، وكان على مقربة كبيرة من المركز الثالث على منصة التتويج في البطولة.